أثبتت الكوادر الوطنية البحرينية نجاحها من خلال الجهود المبذولة في مشروع مبنى المسافرين الجديد بمطار البحرين الدولي الذي كان له الأثر الكبير فيما تحقق حتى اليوم في المشروع، حيث كان للخبرة المتراكمة لأبناء مملكة البحرين في قطاع النقل الجوي دور كبير في إنجاز المشروع بهذه الصورة المشرفة. قصة نجاح متجددة لفريق البحرين تجسدت في مشروع مبنى المسافرين الجديد في المطار، والذي اعتمد في إنجاز هذا الميناء الجوي الذي يربط عواصم العالم على سواعد بحرينية مبدعة وملهمة. شاركت في أن يكون هذا المشروع صرحا حضاريا للقطاع اللوجستي، ملتزما بأعلى المعايير الدولية ومعتمدا على أحدث التقنيات المبتكرة، بما يصب في تحقيق رؤية البحرين الاقتصادية 2030. في كل زيارات المتابعة اللي قام فيها صاحب السمو الملكي ولي عهد رئيس الوزراء، كان دائما يقول لي أبغى أشوف البحرينيين اللي يقومون بصيانة وإدارة المطار. أعتقد اليوم إحنا نجني ثمار هذا الاستثمار. جميع البحرينيين والبحرينيات اللي استثمرنا فيهم اليوم قادرين على أداء عملهم، وأنا متأكد إن شاء الله أنها بتكون بداية التشغيل بداية ناجحة. مشروع مبنى المسافرين الجديد ارتكز على القدرات البحرينية ذات الخبرة العريقة في قطاع النقل الجوي، باعتبار مملكة البحرين من أوائل الدول في منطقة الخليج العربي التي بدأت العمل في صناعة الطيران منذ ثلاثينيات القرن الماضي، كما كان للخبرة المتراكمة بهذا المجال دور كبير في إنجاز هذا المشروع بهذه الصورة المشرفة. القسم مسؤول عن الريسورس بلانينج اللي هو توزيع الموارد. عندنا مواقف الطائرات، عندنا البوابات، عندنا البلتات مقام ونحط الشنط، وعندنا الكونترات حق التشيك. الفريق اللي معانا في البي سي سي يتكون من مختلف التخصصات، يلبي جميع متطلبات المطار بأحسن جودة. الخبرات والكفاءات البحرينية الشابة تم الاستفادة منها في كافة مراحل الإنجاز، بدءا من التصميم والتنفيذ والبناء والعمليات التقنية والتشغيلية، وصولا إلى التجارب التشغيلية التي تم تنفيذها خلال عام كامل للتدريب على تشغيل المطار. مشروع مبنى المسافرين شكل تحديا لعزيمة العناصر الوطنية المهنية في إنجازه وإدارته وتشغيله، فتم كسب ذلك التحدي الذي مثل قصة نجاح لفريق البحرين.